ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل حساني، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. صحيفة إنديبندنت البريطانية في تقرير لها قالت إن تحالف الفتح يسعى للاستعانة بالأمم المتحدة لتمرير رئيس جديد للحكومة. هل ترى بعد تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم أنه بالإمكان النجاح في ذلك؟ يعني يبدو لي من خلال كلمة ممثلة الأمم المتحدة بالعراق بأن المكتبة المتحدة غير معني بموضوع الموافقة وعدم الموافقة بقدر ما يعنيه موضوع المحاسبة. يعني هذا هو الموضوع الذي يتحدث به ممثلة الأمم المتحدة ومندوبة أمريكا في مجلس الأمن الدولي، تطالب بمحاسبة عادلة، تحقيقات عادلة لكل ما جرى، خاصة في موضوع استهداف المتظاهرين والمحتجين. كذلك قوة التظاهر وقوة الاحتجاج تطالب بالمحاسبة، بل هو الموضوع الأول الآن القوة الوطنية ومنها القوة اتحاد القوى اليوم أصدر بيان يطلب بإجراء محاسبة للقيادات من قائد العنصر المسلحة إلى كل متجاوز على حياة وحريات وكرامات العراقيين المتظاهرين وغير المتظاهرين. هذا هو الموضوع. أما لو تدخل في موضوع من يكون رئيس الوزراء القادم، أعتقد هذا مستبعد. نعم. دور فني استشاري لا. يبدو أن هناك أكثر من لاعب في المشهد العراقي، ولا سيما في مسألة اختيار رئيس جديد للحكومة. وكالة فرانس بريس تقول أن حزب الله يلعب دورا كبيرا لاختيار رئيس الحكومة الجديد بعد عبد المهدي. هل ترى ذلك أمرا واقعيا، أن هناك كيانات كثيرة خارجية تحدد مستقبل العراق؟ نعم، هذا ممكن طالما غاب الحساب. القوى الإجرامية الدينية والمدنية تنشط وتقرر وبلد رهينة فيها. هذا كل شيء متوقع، خاصة أنه قوى التظاهر والاحتجاج يعني تارك موضوع المحاسبة وساحات القضاء والاعتصام أمام القضاء اللي ضغط عليه حتى ترجع حزب الله والأحزاب الأخرى والكتل الإجرامية الأخرى في موضوع استمرار جناحاتها للسلطة والنفوذ. نعم. على ذكر الكيانات، كيف ترى توقيت دخول سليماني للعراق في ظل الأحداث المتسارعة واستقالة رئيس الحكومة والبحث عن رئيس حكومة جديد؟ سليماني يعني كل سلطات الدولة العراقية تشكلت وباقية بضمانات وبموافقات وببركة سليماني والقيادات الإيرانية الإجرامية، وهم يصول ويسول والقيادات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية تستمع إلى الأمر الناهي. نعم. هذا جائز يعني ومارسته الإعلام بالضبط هذا الذي يجري في العراق. نعم. سيد كامل، يعني يبدو أن معظم الأطراف تحاول أن تتجاهل اللاعب الأساس في المعادلة العراقية اليوم، وهو الحراك الموجود الآن في الساحات والشوارع، المتظاهرون في ثورة تشرين الذين أرادوا إسقاط هذا النظام برمته كما أعلنوا أكثر من مرة، وقالوا بأن استقالة عبد المهدي ليست كافية. هل تعتقد أن المتظاهرين سينجحون في ذلك؟ نعم ينجحون في حالة واحدة، إذا ركزوا على المنظومة التي أنتجت عبد المهدي وأمثاله في رفض الإجرام. هذه المنظومة تتمثل بعدها الرئيس ومحركها وضمانها هي القضاء. القضاء المتعفن اللي أصاب الدولة العراقية بالجلطة الدماغية. السلطات التشريعية تتغير 5 مرات، غيرنا مجلس النواب ومجلس وطني وإلى آخره وجمعية وحكومات تغيرنا إلا القضاء، ورثناه من النظام السابق وجاء النظام الحالي وتورط النظام الحالي وبان كما هو. أي قيادة جديدة سيتم السيطرة عليها من قبل القضاء المتورط وستتورط مع القضاء. نعم.
ونبقى نتظاهر بلا نتيجة. شكرا لك رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات من واشنطن السيد كامل حساني.